مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة عشاء جدا سهلة وسريعة. عنا 4 بيضات، 3 معالق صغار ملانين طحين، 3 معالق طعام مفرومين ناعم بقدونس بهذا الشكل، 3 معالق طعام بندورة مقطعين بهذا الشكل، 3 معالق طعام زيت زيتون، 2 ملاعق طعام بصل مقطع بهذا الشكل، جبنة، 1/4 ملعقة صغيرة ملح، و1/4 ملعقة صغيرة حبق يابس. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط الزيت، برجع بحط البصل، بقلي البصل شوي على الغاز. بالوقت اللي عم قلي فيه البصل على الغاز راح طبق هيدولي. بحط البقدونس، البندورة، البهار والملح، بحركهم مع بعض شوي. بس قلت البصلة بهيدا الشكل شي خفيف، هلأ بشيلها بحطها فوق المكونات. صفيها من الزيت بهيدا الشكل. بحرك البصلة مع المكونات كمان، وبحط طحين. وجبة جدا سهلة وسريعة وطيبة، ما بتاخد وقت بالتحضير. بحركها أفضل بالخفاقة عشان ما يكبتل الطحين. هلأ بحطها بالمقلاية على الغاز. بسم الله. أكيد خففت الغاز على الوسط، بتأكد منها إنها استويت. بعد بدها شوي، بنطر شوي بعد. هلأ بعيد التأكد، هاي هي بدي اقلبها عمهل. بالقلب قد ما فينا عمهل عشان ما تفرط معنا. بعد بدها وقت، كمان بتأكد من تاني ميلي. بتعقد، بحط الجبنة بهيدا الشكل. جبنة أكيد حسب الرغبة، وبحطها بس من فوق لتذوب الجبنة بالفرن. هيدي الوجبة بس دابت الجبنة، بحطها بصحن. بتعقد وبحط بس للزينة عرق بقدونس بهيدا الشكل. بدي اشوف انا وياكم كيف طلع قلبها. بهيدا الشكل، عن جد شكل بعقد. هيدي الوجبة السريعة اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. If you want to see this recipe, it's in the description box. Bye bye.